لاستقبال الكرة وهنا لمسة يد، لعب الكرة سريعا إلى عبد المحسن عسيري في الجهة اليسار. سعد الغني ممتاز جدا لإلتون، إلى إلتون استقبال جيد، إلتون إلتون يسدد والهدف الأول، هدف أول لمصلحة نادي النصر. إلتون برانداو من التواجد الأول، من التسديد الأولى، من الخطأ الأول من دفاعات نادي الفيصلي، يسجل هدف أول لمصلحة نادي النصر. نصف ساعة ذكرنا بأن المباراة تحتاج هدف، وها هو الهدف يأتي. نصف ساعة إذن هدف أول لمصلحة نادي النصر. إلتون برانداو ممتاز جدا استغلال خطأ لمصلحة الدفاعات الفيصلاوية، واستقبال ممتاز جدا وتسديدة يسارية. عمر عبد العزيز ينطلق ويتعدى منتصف ميدان منتصف ملعب النصر في الجهة اليسار. أسامة سويد لعب العرضية خطيرة وهدف في مرمى نادي النصر، هدف بالخطأ إبراهيم زبيدي أو منصور حمزي. الآن فرصة هدف ثاني، ميخيم ميملي يسدد وضائعة، ركلة جزاء ضائعة. ميخيم ميملي عرف عنه التهديف ولكنه أضاع ركلة جزاء اللاعب الألباني، ركلة جزاء ضائعة أيضا لمصلحة نادي الفيصلي. الإثارة الآن يبدو أنها ستعود في هذا اللقاء إن شاء الله. عبد الرحيم جزاوي يمر من اللاعب سلطان اليامي، خطيرة جميلة جدا. إيفرتون إيفرتون يا الله، حلاوة على البرازيليين يا جماعة. إلتون وإيفرتون يعودون الآن بالتقدم لمصلحة هدف ثاني لمصلحة نادي النصر، بعدما كانت الفرصة لمصلحة نادي الفيصلي. الآن يتقدم نادي النصر بالهدف الثاني، والتبديل قادم لمصلحة نادي النصر بتواجد اللاعب سعود حمود. ممتاز جدا اللعب المرتدة السريعة والجميلة والرائعة. إذا خروج اللاعب الذي عمل الأسيست إلتون برانداو والتصفيق من الجماهير حقيقة أدى ما عليه، الأسيست والجول. والآن خروج اللاعب إلتون برانداو بتصفيق كبير من الجماهير الحاضرة في هذا اللقاء، ودخول اللاعب سعود حمود. فعلا أعجب ما أداه اليوم وإبعاد من عوض خميس أيضا هو توصيل الكرة الآن بشكل أصح إلى عبد المحسن عسيري. تصل الكرة من عوض خميس إلى عبد الرحيم جزاوي. صراحة هذا لاعب حل ممتاز جدا في جهة اليسار مصلحة نادي النصر، سواء كبد. الله الله، إيفرتون انفراد تام. يا سلام يا سلام يا سلام، تمريرة ساحرة من الساحر، من اللاعب الموهوب المميز عبد الرحيم جزاوي، جعل إيفرتون منفردا أمام المرمى. إيفرتون خلال فقط 25 دقيقة يسجل هدفين في شباك نادي الفيصلي، ممتاز جدا. هدف رائع 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 جدا، انطلاق ولعب الكرة في منتصف الدفاعات الفيصلوية، هدف نصراوي مميز في الدقيقة 26